إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل تعلم أن تناول الشوكولاتة بكثرة تجعل الإنسان أكثر سعادة وحيوية ونشاطا؟ ذلك لأنها تحتوي على مادة الأنانداميد التي تحفز الجهاز العصبي والدماغ مباشرة. هذه المادة في الشوكولاتة تزيد أيضا من القدرة على حفظ المعلومات وحل العمليات الرياضية المستعصية.